يا مساء الخير، يا مساء الفل على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة القناة الأولى ويحكى أنا. النهاردة محضرين موضوع مهم جدا، موضوع يمكن ما بنتكلمش عليه كتير، لكن لو احنا ركزنا هتلاقوه موضوع بيتبني عليه حياة كاملة، موضوع بيهم كل بيت مصري. النهاردة هنتكلم عن مظهر الراجل المصري، مظهره يعني شكله يا إيمان، شكل الراجل المصري إزاي، شياكته وهيئته ومنظره بتأثر على صحته النفسية، وخصوصاً إن إحنا ابتدينا نلاقي كل بيوت الأزياء العالمية مؤخراً مهتمة جداً بالستايلات الرجالي. يعني الراجل دلوقتي زي ما بنقول كده بالمصري كده محنتف زيادة أكتر من الست. الراجل يا إيمان زي الست، شكله مهم؟ زي الست. وأقول لكم على حاجة، يعني اهتمام الراجل بنفسه وبهيئته وبشياكته بتأثر على الست. هتقولوا لي ازاي؟ اقول لكم ازاي. الراجل حالته النفسية بتتغير للأحلى، بتلاقيه أهدى، بتلاقيه بيدلع الست أكتر وبيهتم بيها طول ما شكله حلو وواثق من نفسه. قد كده الثقة بالنفس يا جماعة بتأثر على الحالة النفسية. وعلى فكرة هو مش الراجل بس، أنا كست، أنت كست، شوفي كده جربي لما بتكوني جايبة لسه حاجة جديدة ولابسة جديد كده وعاملة لون جديد في شعرك، أو عاملة شعرك بستايل جديد أنت مش متعودة تعمليه، حتى ميك اب بشكل مختلف، المهم شكلك حلو. في الآخر لما أي حد بيشوفك بيقولك إيه ده؟ أنت النهاردة فيكي حاجة غريبة، أنت النهاردة محلوة زيادة، فجأة بتلاقي في نور كده ظهر على وشك، في ثقة بالنفس اترسمت على قعدتك، في كلام حلو طالع منك. حتى لو انت زعلانة، حتى لو عندك مشاكل الدنيا كلها على راسك، مجرد ما بتحسي في عينين اللي قدامك بحلاوتك وبأنوثتك انت بتختلفي. نفس الكلام على الراجل، نفس الكلام على الراجل. طيب هتقولوا لي ان الراجل لازم يهتم بنفسه فعلا، طبعا زي الست ولازم يبقى شكله حلو. هقول لكم كمان كست، قبل ما تقولي للراجل ايه ده ايه ده انت شكلك عامل كده ليه، انت تخنت قوي، طب انت مش ناوي، لا خلي بالك في دور كبير قوي على شكل الراجل وانقته وشياكته وهندمته. تحسي كده تقولي ايه ده راجل مهندم. هو على فكره مش بقول ان لازم الراجل يبقى وزنه مثالي وزي المودلز بتوع الاعلانات وبيلعب جيم 24 ساعه، لا ما هو مش كل الرجاله فاضيه لكل الحنتفه دي، لكن عايزه اقول ان انت كست ليكي عامل كبير قوي في هندمه جوزك. يعني لازم تشاركيه في ترتيب الالوان. احنا شطار كستات، ستات كده شاطره، تلاقيها ايه الست الشاطره كده الجميله الواعيه، تلاقيها اللي بتطلع لجوزها لبسه، بتهندم له لبسه، البس ده على ده، لا بص ده هيبقى شكلك احلى، لان انت شايفاه ازاي هيبقى حلو، انت عشان بتحبيه فاكيد عايزاه حلو. فبرضه لينا دور كستات في شياكه الراجل اللي معايا، لازم يبقى برضه بهتم بشكله وهيئته. طبعا في ستات انا مش هتكلم عليهم النهارده، في ستات بتخاف تلبس جوزها حلو وتقوله على حاجات بتخلي شكله احلى، لا ايه لا يبص، لا الستات تبص له اكتر. فطبعا على فكره الستات دي على قد ما هي حاسه ان هي ذكيه، بس هي غبيه، هي مش ست ذكيه، لكن الست الذكيه الشاطره هي اللي تخلي جوزها شكله حلو زي ما هي شكلها حلو. عايزين يا جماعه النهارده نكسر قاعده ان الراجل في حياتي مكنه اي تي ام. انت مش مكنه فلوس على فكره، انا بكلم كل الرجاله بتتفرج عليا، انت مش اي تي ام بس، احنا عايزين مامتك تكلمك بهاتي كذا وانت طالع، مراتك تكلمك اصل انا محتاجه كذا كذا كذا، اولادك يكلموك انا عايز ما اعرفش ايه اشتري ايه وايه وايه اونلاين. انت مش مكنه فلوس. الدور في رجاله بتبقى مبسوطه بالدور ده اللي هو دور المضحي، وانا يعني شمعه بتحترق عشان مراتي واولادي واهلي واهل بيتي. الدور ده جميل بس ياخد حجمه، لكن انت بقى فين من كل المسؤوليات اللي انت شايلها على كتافك؟ انت راجل جدع وراجل شايل مسؤوليه بيتك، وتحيه ليك لكل راجل مقدر مسؤولياته وشايلها وعارفها. لكن في نفس الوقت اوعى تنسى نفسك، اوعى تنسى تهتم بشكلك، اوعى تنسى ان انت لسه صغير. انا بشوف رجاله كتير بدل ما يروح للكوافير ولا يظبط شعره ولا يقول لك لا البيت اولى بالفلوس، لا لا لا
البيت تمام، انت كمان ليك حق في الاي تي ام دي، في الكارت اللي انت عايش بيه الاي تي ام، ان انت تهندم حالك. واجب عليك ان انت تجيب لبس حلو كل فتره، وحاسس ان انت مثلا شعرك وقع خف خلاص، بيبقى فيه جينات وراثيه، بتلاقي صغيرين في السن لكن شعره خفيف جدا، ايه المشكله؟ خلاص دلوقتي بقى فيه زرع شعر، بقى فيه اهتمام ان انا اقدر ارجع تاني شباب، اقدر اخس واهتم بجسمي واحس ان انا عايش. عشان كده النهارده حبينا نتكلم في الجزئيه دي، ازاي تهتم بشكلك، وان مهم جدا ان الراجل يهتم بشكله الخارجي عشان صحته النفسيه تبقى كويسه. انا لما جوزي يبقى مبسوط بشكله وسعيد هينعكس عليا انا السعاده دي. لو جوزي كئيب ومكتئب ومش طايق نفسه ومشاكل حياه نازله على راسه، صدقيني عمره ما هيبقى سعيد في البيت، وعمرك ما انت هتبقي سعيده اصلا. هيكون معانا في الاستوديو اللايف كوتش وخبير التنميه البشريه تامر شلبي، لكن قبل ما نقابل ضيفنا معانا تقرير صورته كاميرتنا، كاميرا يحكى انا في صالون التجميل او زي ما بنقول كوافير الرجالي، عشان نعرف منهم ايه اكتر الخدمات اللي بيحتاجها الرجاله انه يعملوها في الكوافير كل اسبوع، مش هقول بقى كل يومين زي الستات. تعالوا نشوف مع بعض. الراجل في مصر ابتدت الكالتشر بتاعته تتغير من 3 سنين كده، ابتدى الراجل يهتم باللوك، سواء اللوك في لبسه، اللوك في شعره، اهتمامه بان هو يروح الجيم، ياخد باله من نفسه شويه. واحنا لمسنا دون في الفيلد بتاعنا بان ابتدت القصات تتغير، مشينا فتره طويله قوي على الكلاسيكيات، دلوقتي لا، الناس من سن 21 سنه لغايه 47 اللي هم مش الشباب الصغير، اللي هم الناس المسؤولين عن شغل، اللي بيتعاملوا مع الجمهور، اللي بيقدموا خدمات، الحاجات دي ابتدوا يغيروا من الكلاسيكيات، راحوا ناحيه السيمي كاجوال، راحوا ناحيه الكاجوال. المكان بيقدم خدمه اي كلاس، الهيجين اعلى حاجه المفروض تبقى موجوده في اي مكان كبيوتي سنتر، لان طبعا انت بتتعامل مع حاجات قريبه قوي 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 للعميل، فالكلاينت لازم تحافظ له على صحته، فالهيجين ده اهم ما يكون. احنا زينا زي دكاتره السنان بالظبط، لازم يبقى الهيجين عالي جدا. كل اللي بيبقى جاي على حسب سنه، سواء من 20 او 30 سنه، اغلبيتهم اللي بيبقى معتمد على فنانين مطربين، حد مفضل بالنسبه له يعني. في اللي بيتمسك برضه بالقصه المفضله بتاعته اللي هي العادي اللي هو بيعمله كل مره. انا هنا بقالي 5 سنين، هنا معتمد سيستم المكان على الحجز، مفيش انتظار لعدم الدوشه، عشان كل كلاينت ياخد السيرفيس بتاعته والكواليتي كامله. هنا القصات الجديده بتعتمد على الفيد 3D، اللعب وكده، ممكن حد يرسم، اللي حد حابب حاجه بيجيب مثلا صوره او كده عايز يعملها فبننفذها له. اهلا بكم معانا مشاهدينا مره تانية، ونروح لموضوعنا على طول. رجعنا بقى نرحب بضيفنا الموجود معانا في الاستوديو، خبير التنميه البشريه الاستاذ تامر شلبي. اهلا بك يا تامر. اهلا بحضرتك. ازيك؟ الحمد لله تمام. احنا قلنا نختار راجل مهندم دايما بيهتم بشكله وفي نفس الوقت لايف كوتش، فاحنا النهارده محتاجينك في استشارات كتيره جدا. تحت امرك. دلوقتي اغلبيه بيوت الازياء كلها، ومش بدون ذكر البراندات، مهتمين باللبس الرجالي قوي. يعني حقيقي انا حتى كست لما بنزل اشتري لبس حريمي او بناتي، بلاقي عنايه بتروح للبس الرجالي، الوان اكتر، الوان اكتر ومتدلع اكتر. وبعدين اقول يعني ايه، يعني اشوف اللبس متدلع والرجاله ما بتدلعش نفسها. يعني انت شايف ان فعلا ابتدى يعني الاهتمام اكتر بالرجاله وشكل الرجاله؟ هو الاهتمام من بيوت الازياء ده موجود على طول، مش دلوقتي بس احنا اللي بدانا نتجه اكتر دلوقتي. الفكره دي ما كانتش موجوده، او في المجتمع الشرقي عامه. أيوه. الفكره دي مش موجوده عندنا، زي ما احنا دايما متعودين ان الستات او سيدات بعض الاحيان لما بتتجوز بتبقى شويه بتهتم، بتهمل بقى نفسها وبتهتم ببيتها، ولا ده الست الام المصريه الشرقيه اللي احنا واخدين عليها، وده ما بقاش ده الطبيعي.
والله هي مش بتهمل في نفسها، هي مش بتهمل، عشان انا يا تامر بتضايق من الكلمه دي. الضغوط لا بس هي لا اقول لك بتهمل على نفسها. شفتوا المعاناه اللي الست بتشوفها من اول يوم بتخلف فيه، هو من اول يوم ما بتبقى حامل كمان كده. هي للاسف احنا برضو خلينا نقول ان بطبع السيدات هم بيعملوا كل حاجه بضمير. ايوه بالظبط، ومن كتر الضغوط اللي عليهم فبالتالي بيضطروا يجوا على نفسهم. فعشان كده بتهمل في نفسها، بتنسى. لكن نفسها. هي مش معنى انها تبقى مهمله في نفسها، بس هي بيجوا على كل حاجه او بيركزوا في كل حاجه الا نفسهم. صح. فدي بتبقى المشكله. اصل لو الراجل شال المسؤوليه مع الست من دي وان حمل، يعني لو قاعد جنبها وهي تعبانه وبيمرضها، لو راح عندها للدكتور وشاف السونار هي قد ايه مستحمله الحمل، بيروح والله بيحصل. طب حلو، اول ما الست بتولد طبعا هو ده مش موضوعنا، بس انا بس عشان ادافع عن الست عشان انا عشت الايام دي. اول ست تولد انت متخيل المعاناه؟ لا بتنام ولا بتعرف تاكل، رضاعه في تربيه، الاكتئاب اللي بتمر بيه في الاول كمان، اللي فجاه حياتها كلها بتتغير، فجاه جسمها واو، فجاه لقيت نفسها زياده 30 كيلو. لا والاهم من ده كله هي بتقعد تبص لابنها او بنتها بالزبط. الطفل اللي معاها، وبتحس ان فجاه في رقبتها روح هي مسؤول عنها، في رقبتها روح، ونفس الاحساس اللي بتحسه تاني يوم جواز لما بتحس ان انا مسؤوله من الراجل ده، مسؤوله من البيت ده. يعني انا في مره حد بعت لي مسج على البرنامج قال لي انا جربت مره واحده، يعني كانت زوجتي تعبانة وأنا كنت اللي شايل البيبي طول الليل مكانها، كان عندها برد فكانت خايفة تعديه، فهو إجباري خايف على ابنه فقعد بيه طول الليل. بيقولي تاني يوم قلت إيه ده، أنا لا قادر أقف على رجلي ولا قادر أروح الشغل ومش شايف قصادي. فالست دي بتستحمل ده كل يوم، فهو ده علشان هو بخل، يعني هو لو جرب يشيل قصادها الجنة ليه تحت أقدامه. ماشي، ما بتقولوا لنا كده بتريحونا. اول ما لقيت طب ما الجنه تحت اقدامكم فبنسكت، يعني دي حقيقه فعلا. فهي خلينا نقول ان دلوقتي الفكر بدا يختلف شويتين ثلاثه، وبدات الناس بالرغم ان دلوقتي العرض بقى كتير بس والطلب بقى برضو متزايد، بس مش كل الرجاله بتهتم بالحته دي. تمام. للاسف، وبتتخيل ان زي ما حضرتك ذكرتي وقلتي ان ممكن يكون اهتمامي بالاشياء التانية بيجي على حساب اولوياتي اللي هي البيت والولاد، وده تفكير خاطئ. أيوة تماما بالزبط. لان انا بشوف ان الراجل لو ما عرفش يهتم بنفسه مش هيقدر يهتم باللي حواليه. بص يا تامر، انا عايزه الاول ندخل لجوه وبعد كده نطلع لشكل خارجي. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. ماشي. انا كست لما بهتم بنفسي بروح اعمل ساونا، بروح اعمل مساج، بغير لون شعري، بلبس لبس حلو النهارده، يعني جايبه كده طقم حلو كده ومحلوه في نفسي، بيكون عندي بحس ان الادرينالين بيعلى، بحس ان انا قمر، بحس ان انا ست مرغوب فيا. الراجل بقى لما ايه الحاله النفسيه اللي بتطلع منه لما بيهتم بشكله؟ خلينا نقول بس الاهتمامات هي المختلفة شوية. ماشي، يمكن احكي لنا بقى. احنا كرجالة ان احنا ننزل نقعد براحتنا مع اصحابنا ونقعد على قهوة ولا نخرج خروجة ولا نسافر سفرية، هي دي اللي بتخلي عندنا نفس الاحساس اللي عندكم. اهتماماتنا بتبقى مختلفة عنكم، قليل قوي اللي بتلاقوا اللي بيقدروا يوزنوا ما بين الاهتمامات اللي تسعدهم، خلينا نفرق بس ما بين اللي يسعدهم ويخلي حياتهم ومودهم كويس، وما بين الحاجات اللي تخليهم عندهم ثقة بنفسهم. حلو، الموازنة حلوة. اللي حضرتك بتقوليه ده بيسعدكم انتوا، احنا اللي بيسعدنا مختلف عن اللي بيسعدكم. مش زيكم خالص. مش زيكم خالص، بس حلو ان يكون عندنا حتة الموازنة ما بين اللي بيسعدنا وما بين كمان اللي يخلينا واثقين من نفسنا. يعني في حاجتين، في حاجات تسعدني وفي حاجات تانية تخليني واثقة في نفسي. هديكي مثال بسيط. لو مثال. حضرتك النهارده قررتي انك انت زي ما قلتي انك انت تروحي جيم وانك انت تهتمي بنفسك، تروحي الكوافير وتلبسي كويس، تمام؟ هتبقي مبسوطه. صح. لكن لو تخيلي حضرتك انك انت عارفه انك انت لابسه حاجه سينيه ماركه كبيره ونازله قدام الناس كلها، حتى لو هي ممكن تكون في نظر ناس تانية مش حلوه، بس انت بيبقى عندك ثقه بنفسك لانك انت عارفه انت لابسه حاجه ثمنها كام واسمها ايه. صح. هو ده الفرق ما بين السعاده والثقه بالنفس. عشان كده أنا بقول إن إحنا كرجالة مهم قوي إن إحنا أولاً نبقى سعداء عشان نقدر نسعد اللي حوالينا. ثانياً، فكرة إن إحنا نقول إن الراجل هو بيتاقل بجيبه، لا هو مش كده خالص، مش بمصاريفه. الراجل بيتوزن بحاجات كتانية كتيرة قوي، شكله، عقله، تفكيره، أصوله، لأن هما دول اللي بيقعدوا، هما دول الأهم، وهما دول اللي الراجل محتاج يبص ويوازن شوية في حياته، ما يديش حاجة على حساب حاجة. لان احنا مشكلتنا ان احنا بنتخيل، طالما احنا عاملين الواجب اللي علينا صح وبنفتقد حته التقدير، يبقى معناها احنا عاملين اللي علينا تلت ومن حقنا نعمل اي حاجه. فاحنا نقدر، احنا نصرف، ان احنا نبقى مسؤولين، مش مساله صرف ان احنا مصاريف وبس، وان احنا نهتم بشكلنا، نبقى حابين نفسنا.
لان هي دي المشكله. لو احنا ما اهتمناش بنفسنا بالشكل الصح واللي قدامنا ما حسسناش، وزي ما حضرتك قلتي برضو الزوجه ليها عامل كبير جدا في الموضوع ده، لانك بتلاقي لو الزوجه ما بتساعدش ان الراجل يكون مهتم بنفسه، لان اغلبيه السيدات بتقلق ان الرجاله تبقى مهتمه بنفسها. انا بقول لك في ستات، يعني انا شفت مره ست يعني مخليه جوزها بيربي شنبه والشنب مش لايق عليه خالص. في افلام حصلت احنا علقت على الموضوع ده، قالت له احنا بنلبس كده واحنا نازلين العياده. ايوه كانت غدا عادل. هو بالظبط قالت له احنا بنلبس كده واحنا نازلين العياده. فهو ده كان نادي الرجال السري. صح، كانت بتبوظ شكله خالص وتلبسه واسع وتبقى ريحته وحشه وحاجات كده. واللي عايز يعمل حاجه بيعمل، هو كان بينزل يعمل ايه؟ فهو ده اللي انا عايز اقوله. هو مش ان انا اساعده ان هو، او ان انا احطه على الطريق الغلط علشان خاطر اضمنه، بالعكس ده انا اساعده انه في احسن حالاته، لان هيخليني انا في احسن حالاتي. يعني هي دايما لو لقت ان جوزها مهتم بنفسه هي كمان هتهتم، مش هنقول انها هتهتم بس هتحاول تحط جزء من اهتمامها ببيتها واولادها وبيه، انها تبقى دايما لايقه عليه. لان بتبقى مشكله ان الراجل لو سمع كلمه اعجاب او اهتمام من حد تاني غير زوجته، هنا ده بيبقى اول مفتاح لاول باب خيانة. بيفتح ابواب مش حلوه. اول مفتاح لباب الخيانه بالظبط. وممكن يكون ما عندوش اي نوع من انواع الاهتمام. بس في ثغرات اي شخص تاني بلاش ندي فرصه انه يدخل منها. طب انا اقول لك على حاجه، احنا ما بين دلوقتي ايه، عارف معانا حزبين، حزب الستات اللي بتشتكي ان جوزها مش مهتم بنفسه، هي ما بقتش تشتكي انه مش مهتم بيها دلوقتي، دلوقتي الشكوى العامه ان الستات بتقول انا جوزي مش مهتم بنفسه، هي عايزه تشم ريحه بارفان حلو، عايزه تشوف شكله متناسق، عايزه تحس ان هي معجبه بيه لسه. على فكره يا جماعه، يعني هو مش شرط بعد الجواز فالراجل خلاص بقى انا خلصت اللي عندي انا بصرف وبس. تمام. لكن الست بتطلب حقوقها في ان الراجل لازم يهتم بنفسه. هي جابوا لنفسهم الكلام، قعد يقول لك الستات تهتم بنفسها، الستات لغايه ما الستات بقت تقول طب احنا عايزين انا عايزه الراجل بتاعي يبقى شكله حلو. انا بحس من الذكاء جدا ان احنا، لان ممكن تكون عدد معين من الناس او نسبه معينه من السيدات بيحبوا ان الراجل يبقى مهتم بنفسه. بس هو الذكاء الاكتر ان انا اشوف مراتي بتحب ايه، وزي ما انا بشوف او زي ما احنا بنطلب ان هم يشوفوا احنا كرجاله بنحب ايه ويعملوه. يعني في رجاله بتحب ستات رفيعه، فبتفضل الست دايما عايشه حياتها كلها عامله رجيعه عشان هو بيحب ده. ففي ستات بتحب الراجل يهتم بنفسه، وفي ستات بتحب الراجل مش مهم يهتم بس يقدر قوي ويبقى حنين. احنا النهارده لما بنقعد نتفرج احنا كرجاله على اي تمثيليه والناس كلها من غير مسميات، واحنا عارفين الناس كلها بتبقى السيدات بالذات بيتكلموا عن البطل ليه؟ عشان بيعمل الحاجات اللي ممكن تكون هي مفتقداها، فبتشوف جوزها في البطل ده. مش عايزه اقول ان لازم تروح الجيم لان مش كل الرجاله عندها. هو ده، هو لا هو انا بقى مش مع حضرتك حته ان مش كل الرجاله عندها وقت لحته الرياضه. الرياضه شيء اساسي جدا. هو فوائده اكتر من الشكل، فوائده صحيا وعلى ونفسيا علينا كرجاله اهم بكتير قوي من شكلنا. وحته ان انا ما عنديش وقت، لا نخلق الوقت. لا نخلق الوقت ده لازم. زي ما باكل، زي ما بشرب، زي ما لازم يكون عندي اولويات ناحيه ولادي وناحيه زوجتي وناحيه بيتي وناحيه اهلي وشغلي. الرياضه الرياضه شيء مهم جدا. ليه؟ اولا صحيا لينا من كتر الاسترس اللي احنا ممكن نبقى فيه في الشغل. ويحبذ ان احنا لو قدرنا نلاقي الوقت ده قبل الشغل الصبح بدري. لان ده بيساعدنا ان احنا نبدا يومنا بطريقه مختلفه، طريقه ايجابيه صحيه. ده اللي انت بتعمله يا تامر؟ ده اللي انا بعمله الحقيقه. طب قول لنا كده. يعني انا جات لي مكرر كده اكيد ما كانتش حياتك كده من البدايه. لا، ما بدات اعمل او بدات انتظم في الرياضه. طول عمري بلعب رياضه بس ببطل. بس من سن ال 35 بدات الرياضه بالنسبه لي زيها زي الاكل والشرب بالظبط. تمام. فكنت عشان اظبط مواعيدي، لان بقعد وقت كبير في الشغل، فكنت بصحى الساعه 4:30 في الشتاء الصبح. انزل اروح الجيم، ارجع اخد دوشي والبس عشان اقدر اروح الشغل وابقى تمام. بحس ان انا خلصت جزء مهم لا يتجزا من اولويات حياتي. لما الامور ظبطت وقدرت ان انا اقدر اروح، مفيش يوم ما اقدرش يخلص زي ما رحت شغلي، لازم اطلع على الجيم. الاول الحقيقه الميزه زي ما بقول لك، لان هي بتخلي الواحد يطلع كل الاسترس اللي عنده ايا كان. معروف ان الساعات الصباحيه المبكره بتبقى اكتر وقت تقدر تاخد فيه البوزيتيف انرجي اكتر، او الطاقه الايجابيه اكتر، فده احسن وقت تقدر تعمله وبيخليك تبدا يومك بطريقه صحيه. لكن لو ده ما حصلش، ودلوقتي انا بقدر اعمل ده ان انا اقدر اروح بعد الظهر او حتى لما اخلص شغل، بس ما بقى عندي ده عامل رئيسي، ما اقدرش ارجع البيت من غير ما يوم يعدي من غير ما اروح الجيم. احساسك ايه بعد ما بتلعب رياضه؟
لا احساس عشان الرجاله برضو تبقى عارفه احساس ما بعد الرياضه، يعني ممكن تبقى اصعب احساس في الدنيا وانت داخله الجيم، وخصوصا لو داخله بالليل او صاحيه من النوم الصبح عشان تروحي، واسعد لحظه وانت خارجه من الجيم وبتبصي على كل الناس اللي هم لسه داخلين، وبتحسي انك انت حققتي حاجه مهمه قوي في يومك. وهو البني ادم لو ما عندوش اهداف يوميه بيصحى عشانها هتبقى حياته صعبه قوي، وخصوصا الرجاله تبقى حاجه كئيبه. فلما بتخلص الجيم ده بتحس ان انت خلصت اهم هدف عندك النهارده. والغريبه ان الايام اللي انت بتبقى ما بتروحش فيها اللي بتريح فيها بتبقى ضميرك مأنبك. والاغرب انك بتلاقي نفسك طالما عودت نفسك انها بقت حاجه اساسيه في حياتك، انك سفرياتك حياتك بتدورها على محور انا عايز اقعد في فندق في جيم، عايز اقعد في حته لو هسافر بره حواليا جيم. فبتلاقي ان انت زي ما بتفكر انك انت تاكل وتشرب وتلبس وانك لازم تلعب رياضه. احنا هنتكلم تاني ولسه لينا كلام في النقطة دي، ازاي تبقى حالتك النفسية حلوة، فده هينعكس اكتر على شكلك الخارجي. كلامنا النهاردة للرجالة، يا رجالة الحلقة دي معمولة ليكم النهاردة، عايزينكم تهتموا بشكلكم، عايزين تبقى نفسيتكم احلى واحلى، عشان ما تظلمناش وتقول ان الستات مش حاسة بينا. لا، النهاردة الحلقة دي ليكم. فاصل ونواصل ولسه مكملين مشاهدينا. ونروح بقى لحتة مهمة جدا جدا، في فرق ما بين الاهتمام بالمظهر الخارجي والاهتمام بالنظافة الشخصية. ممكن أقابل راجل شكله حلو بس هو مش نظيف. الموضوع يمكن جديد شوية أنا هنتكلم فيه بس مهم. أنا عارفة الموضوع حساس شوية دلوقتي، أي راجل بتفرج عليه يقول لي إيه ده اللي أنت بتقولي ده. مش شرط أن أنت تروح تجيب قميص جديد ولا بنطلون وترش شوية بارفان كده وخلاص. لا، النظافة الشخصية بتفرق عندنا احنا كستات، ولو انت حتى في الشغل اكتر من شكلك الخارجي. تامر، ازاي الراجل يهتم بنظافته الشخصية وانت بتعرف؟ يعني انا اتخضيت يعني اهو الراجل انا شخصيا اتخضيت، انا برقت. اصل دي حاجات الستات، ما ينفعش انك يعني ما ينفعش قوالات الستات. احنا كستات لما نقعد قعده ستات كده بتتقال وبيبقى هي مكسوفه تقولها لجوزها ومكسوفه. اقول لك على حاجه، في جوازات بتبوظ يعني، هم في خطوبه اهو مخطوبين لسه، والولد ممكن يكون كويس جدا وابن ناس جد بس ما مش نضيف. لا، هي كمان الاهم بقى من هو ياخد دش وان بقى حاطط بارفان وريحته كويسه، ودي حاجه طبيعيه ما بنتكلمش فيها. خلينا نتكلم على الحاجات اللي فعلا ممكن تكون بعض عامه الناس بقى مش هنتكلم ما بتاخدش بالها منها. يعني ما ينفعش اكون لابس ومتشيك وحاطط بارفان وضوافري طويله ومش نضيفه، دي كارثه. طيب دي كارثه. انت راجل معايا اهو، تمام، قول لي ازاي بتهتم بنظافتك الشخصيه. دي اساسيات، خلينا نقول دي حاجات بلت، يعني حاجات بتبقى ما هو عشان مش كده بلت ان في رجاله ما عندهاش خلفيه بيها. ما هو في الاساسيات اللي هي ما عندهاش، اللي احنا بنتكلم اي بي سي او الف ب، الدش صبح وبالليل، ولو هتلعب رياضه يبقى ممكن 3 مرات في اليوم. ده الطبيعي. بس خلينا نتكلم على الحاجات اللي هي ممكن ببعض الناس ما بتهتمش بيها وبتتخيل انها طبيعيه، اللي هي زي ما قلنا ضوافر. الضوافر بتلاقي رجاله كتيره جدا مهمله في موضوع الضوافر طبعا، ودي بتبقى منظر اضافر طويله. فانت مهما كنت لابس وشكلك كويس اول حاجه هيتبص عليها. حلو. خلينا نقول ان ما تبقاش لابس ومتشيك وجزمتك كلها تراب. ما تبقاش لابس ومتشيك ومتانتك وقاعد بتاكل في حته وبتاكل وبقك مفتوح وبتاكل وصابعك كلها متلخبصه. برافو عليك. تعالوا بقى نتكلم على الحاجات اللي تفصل اي حد من اي حاجه. فهي الجمال فعلا زي ما قلنا، او الاهتمام عامه بالشكل الخارجي، لازم في شويه حاجات تكمله. كمان على حاجه بتلفتني انا كست، شكل اسنانك. طب ما دي من النظافه الشخصيه، يعني تتحط تحت بند النظافه الشخصيه، مش بس غسيل الاسنان. لا، انت لازم تغسل سنانك الصبح وبالليل وقبل ما تنام، لكن كمان سنان ممكن تبقى صفرة. طب انت ممكن نعالجها حاجات كتيره. لو حطينا بقى بند، ودي للاسف ممكن تكون بعض الرجاله فعلا زي ما بنقول بقى الستات بتهمل. الرجاله بتهمل فيها، بتتخيل انها مش لا دي اساسيات. ايوه، فعشان ابقى لابس بدله والقشر على البدله وانا ماشي في وسط الشغل والقشر كله مبهدلني، كل الكلام ده كله لو الرجاله ما اخدتش بالها منها بجد بتفصل اي حاجه مهما كنت عملت مجهود عشان خاطر تخلي شكلك بالشكل المفروض تبقى عليه. ده الشكل الخارجي.
طيب ايه حاجات كمان ممكن تخلينا مثلا احس ان الراجل ده مهتم بنظافته الشخصيه غير كل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا عليها دي؟ هل مثلا في فيتامينات معين بتخلي وشه كده محمر وفي نضاره؟ ده زياده كده. احنا كده دخلنا احنا كده هنفصل بقى يا ظلمه كده انتوا ستات يعني ظلمه يعني كده انتوا زياده بقى يعني كده نقعد احنا بالليل احنا الاثنين ندهن كريمات مع بعض. طب ايه رايك يا تامر ان الموضوع ده برضو بالنسبه لي ساعات بحس المهم ان الراجل ما تبقاش ايديه خشنه زياده عن اللزوم؟ لا ما انا مش معاكي برضو. ليه؟ انا مش مقياس اصل هو الراجل طبيعته احنا حتى لو هنروح جيم ولا هنلعب زي رياضه الستات بس على الاقل في ايدين تحس ان انت بتتخض وانت بتسلم عليه. لا ما هو حسب برضو شغلانه الراجل ايه وبيعمل ايه. ما ده طبيعي. ما انت برضو الراجل ده شقيان يعني ايديه اكيد مش هتبقى يعني خلينا نبص اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. اهتم بنفسي يبقى شكلي ابقى اهتم بنظافتي الشخصيه قبل الخارجيه. ان انا مش مهم اكون لابس بكام، المهم ان انا اكون لابس لبس عناية ما توجعنيش لما اشوفك لابسه. ان انا اخد بالي من الاساسيات زي ما اتفقنا، الايدين، الضوافر، ريحه الواحد، كل الحاجات اللي زي ان انا اكون حالق شعري باستمرار، سناني، كل دي انا معاكي فيها. الحاجات الزياده دي بتبقى مش احنا مش عاداتنا ومش تقاليدنا ومش مستصغرينها، وهتلاقي فئه كبيره جدا من السيدات لو جوزها عمل كده هتبدا تقلق. انا لسه باخد نفسي فرحت ساكت. انا قلت فمالوش لازمه يعني. في بنت بجد بعتت لي خطوبتها فركشت الخطوبه مع خطيبها. احنا بنقول ده عشان حتى البنات يعني، بس هم مش هيقولوا لخطابهم كده، بس الشاب دلوقتي اللي خاطب مش ما تستناش لغايه ما تتجوز، لكن بتقول لك كانت ريحته صعبه. يعني كان في رجاله بيبقى ليها ريحه نفاذه على صح. فكره وفي ستات كده برضو بس صح. بتروح تتعالج صح. لكن ده برضو نظافة شخصية. انت ازاي مش شامم ريحتك؟ يعني ازاي خطيبتك هي اللي تعلق على ده وتسيبك؟ ما هو هو ما كبرش على ده. هنرجع للبيت بقى. البيت بقى نرجع لورا شويه. الاب والام ليهم دور كبير قوي في ده. من اول ما تلاقي ابنك وهو صغير بيمشي مش لابس شبشب، من اول ما تلاقيه بياكل وهو فاتح بقه، من اول ما كل الحاجات الصغيره اللي الاهالي بتربيها او بتسيب ولادهم ما ياخدوش بالهم منها بيكبروا وبتبقى عادات، والعادات دي بتبقى بقت صفه قاتلة. جزء لا يتجزأ من شخصيته. والكارثه انه بيبدا لو لقى ان حد بيلفت نظره بيبقى صعب انه يتغير لانه بيحس انه حد ينتقده ويحس بالاهانه. بيحس بالاهانه وما بيقبلش كلمه على حاجه زي دي. وخصوصا بقى كمان لو هو من نوعيه الرجاله اللي شايف والله انا ماشي على المثل الشهير الراجل ما يعبوش غير جيبه. غير جيبه. بالظبط. كده بقت كارثه. ما يعبوش غير جيبه. كده بقت وفي كارثة. الاخر لا شفنا جيبه ولا شفنا نظافته الشخصيه. فهي في الاول والاخر البيت له عامل كبير قوي. ايوه الام يعني انا افتكر يعني انا كان بنتي وهي صغيره لازم قبل ما تروح المدرسه اغسل اسنانك. طبعا. ما ينفعش صاحبتك تشم ريحه كريهه من 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 بقك تقول لي تعمل لي اقول لها ايوه ولازم تبقي بتفطري ولازم تبقي ريحتك حلوه. لا الواحد ما ينساش كم مره اتطرد من على ترابيزه السفره وهو بياكل بالزبط. لمجرد ان بقه اتفتح غصب عنه وهو أيوة. كم مره قعد لوحده اكل علشان خاطر وقع وما شالش طبقه. هي العادات دي. اقفل بقك وانت بتاكل. بالظبط. فين الامهات اللي لغايه دلوقتي تقول اقفل بقك وانت بتاكل؟ ما تعملش دوشه بالمعلقه في الطبق. انا بقى ببقى حزين لما ببقى قاعد في وسط ناس وبلاقي امهات سايبين ولادهم بالمنظر ده عادي وعادي. فانا بتخيل حضرتك تخيلي بقى دول هيجبروا على ايه؟ فهيبقوا بالنسبه لهم هم اتربوا وكبروا ان ده العادي، فهم قاعدين في مجتمع مش مستنين بقى، هم شايفين ان ده الطبيعي. ان بالعكس ده الناس التانيه هي اللي محنتفه وهي اللي مش طبيعيه وهي اللي مش مهتمه. في ناس بتتباهى بالغلط وبيحسوا ان هم الطبيعيين وبل بالعكس بيشاوروا على الصح وبيتقلسوا عليه وبيبقى ماده خام للتريقه. بيتنمروا على النماذج الصح العاقله. طيب ننزل نشوف راي الناس. يلا بينا. ونرجع للاستوديو. اكتر حاجه ما بحبهاش ونبدا بالسلبيات ان هو يكون حد قصير. لو ابيضاني بقى وشعره اصفر وعينيه ملونه لا مش بحب ده. ما احبش الشخص يبقى اجريسيف معايا خالص، ما يكونش مهتم بشكله ولا بنفسه ولا بمظهره. مش هينفع اقصر مني خالص. ستايل لبسه لو وحش لا. يكون مثلا تخين مثلا بس مش تخين اللي هو كده لا، تخين بكرش والجو ده. يعني حاجات تبقى مميزه فيه ان هو يبقى شخص طموح، يبقى رومانسي. لا لازم يبقى شكله حلو طبعا، يعني يهتم بمظهره، المظهر برده مهم. اكيد حنين يعني معروفه. تكون شخصيته، لان ممكن برده يكون حد شكله حلو وشخصيته الصراحه مش كويسه ما تطقش يعني. هو يكون طويل وما يكون عنده شعر وشعره حلو طول الوقت شكله يعني اكيد من شكله. يبقى طويل مش اقرع. We'll be right back.
النظافة الشخصية والشكل الخارجي للراجل. النظافة الشخصية والشكل الخارجي والصحة النفسية الصح، دي حلقة للرجالة. تامر، لو أنا دلوقتي زوجة وأنا شايفة في ديفو كده، كم ديفو كده في جوزي، وعايزة أقول له، يعني عارف تبقى ستات قاعدة هتموت وتتكلم بس إيه، هيقفش ويزعل ويعتبرها إهانة. يعني لو أنا عايزة أقول له مثلا شعرك محتاج يتهندم، في ناس بتسيب دقنها من غير ما تتعدل، يعني الدقن بيبقى شكلها شيك أو ستايل وكل حاجة بس لازم تتظبط زي الشعر، يعني ما ينفعش يبقى دقني كده والشعر طالع كده والشنب نازل كده. بس تامر بص لي ازاي. والله دي حقيقة تامر، والله حقيقة. أنا عارف. فالشكل فعلا بيبقى بيضايق الست. فأنا زي دلوقتي لو أنت جوزي وانا شايفه ديفو فيك وعايزه اقوله ازاي بطريقه شيك. اولا ما اقولش ان هو ديفو طبعا زي ما حضرتك قلتي، وملاش ان انا ابقى بتكلم عنه بصفه مستمر. لما الفت نظره ليها ما الفتش نظره على انه عيب ومحتاجين نشتغل عليه، لا احنا عايزين نلفت نظره ان عايزين يبقى نعمل حاجه احلى، وهيبقى شكلك احلى لو عملت ده. لا اديني حواديت، يعني خلينا يعني انا دلوقتي اهو قول لي اقول له ايه. تعرف ان دقنك حلو عليك قوي. انا اكتر حاجه بحبها عليك دقنك، ما تيجي نجرب لو انت سويتها هيبقى شكلك عامل ازاي، تغيير، تعال نروح مع بعض. يعني دايما خدي الحلو وحليه، سهل قوي انك انت تقدري تطلعي من كل واحد اي حاجه حلوه وتقدري تبروزيها. لكن صعب جدا انك. طب دلوقتي انت هتقولي اللي انا عايزه اقوله، معلش هنبدل الادوار. انا يلا. الراجل المتعنت اللي شايف نفسي انا بصرف، فانت مش دعوه بدقني وشي وشعري. ما تيجي نلعبها العكس. ايه قول. خليكي نتخيل السيناريو انك انت النهارده بتلفتي نظر جوزك بحاجه مره ايجابيه ومره سلبيه. طيب وانا هعلق. انا مستفزني جدا شكل الدقن والشنب مثلا، اوكي، وستات كتير على فكره عايشه في معاناه بسبب الشنب والدقن. انت هتقولي له كده دلوقتي ضايق. حبيبي انا شايفه ان الدقن حلو قوي، بس يعني لو تتظبط بس شويه كده والشنب يتاثر هتبقى احلى كتير. هتفرق في ايه؟ فانت هترد عليا بقى وقول لي الراجل المصري المتعنت هتفرق في ايه. لا تفرق، يعني شكلك قمر بس لو اتظبطت بقى عينيك هتبان وبقك هيبان، انا شايفك كده كله داخل على بعض. هو انت اخر مره رحت الكوافير امتى؟ لا انا على طول حبيبي في كوافير كل اسبوع. بس لازم تغيري، لان في الغالب اللي بيعمله لك ده ما بحبوش عليك. فكبست انا بقى وضغطي عالي وخلاص. بالظبط. ان شاء الله ما عملتش انا. عشان كده بلاش تيجي دايركت وتيجي بطريقه معينه وانتوا بتتفرجوا على حاجه. في رمضان لو ست جت قالت له الله بص شنب ودقنه عامل ازاي، هيقفش اكتر. هيقفش اكتر. ده هيقفش اكتر وبيكره النجم مدى الحياه. بالظبط. فالعمليه بتبقى في حاجه ما بينهم. لا هي لا دي نافعه ولا دي نافعه. هي ما بتتقالش كده. انت حاولي على قد ما تقدري. اولا الوقت بيفرق قوي. انا بقول الحاجه دي امتى؟ بقولها واحنا قاعدين، وانت عارفه كويس قوي، انت الترمومتر بتاع جوزك بتبقي عارفه اذا كان هو هيقدر يستوعب او في مود كويس يستوعب الكلام ولا لا. احنا لايف كوتش النهارده وبناخد ايه جلسات نفسيه كده واستشارات نفسيه. بالظبط. فانت لازم تختاري الوقت، لان نختار الوقت. تختاري الطريقه اللي تقولي بيها. تاني حاجه. تالت حاجه ودي الاهم، انك انت لما توصلي المعلومه ليه ما توصلهالوش بطريقه منفره او بطريقه تبان انك انت بتتنمري او بطريقه تحس انه مش مالي عينيكي بالبلدي. لا هو انت عايزاه يبقى احلى، فدي اهم حاجه. هي طبعا العين بتبان، عشان احنا بس ما نبقاش كدابين. يعني وانا بقول له تلاقي عيني رايحه على الدقن اللي هو شايف ايه الديفو اللي انا هتكلم عليه. حاجه تانية، طب انت قاعد جنبي بقى في الليفنج روم كده ونتفرج على التلفزيون وكرشك طالع قد كده، وتعالى ننزل نتمشى، نفسك طالع نازل، فاللي هو مش قادر ينزل يتمشى. صممي بقى على ده. الست تقولها ازاي؟ لازم يكون في ما بينكم انتوا الاثنين حاجه مشتركه. هوايه مشتركه. حلو، ده كنا بنتكلم فيه اوف اير. بالظبط. رياضه مشتركه. حاجه مشتركه. اقول له يلا ننزل مع بعض. يلا ننزل مع بعض نتمشى. وحطوا اساسيات ان الوقت ده لازم ننزل نتمشى فيه مع بعض. اخلقوا الوقت انكم تعملوا فيه مع بعض. هتلاقوا فرصه انكم تتكلموا. ونكرش مع بعض. الست بقى تضطر تتخن، وخلي بالك بتتخن، ما هو ده هو الراجل بيعمل فيها كده. بتتخن بقى وتبقى قاعده بقى بكابوزه. ليه؟ لان هو مش هيتكلم، لان هو تخين. ما هو جزء كبير، جزء كبير منه برضو طريقه السيدات والطريقه اللي بتطبخ فيها في البيت. بتبهدل ولادها وبتبهدل ازواجها، وبعدين بترجع بعد كده تلوم عليهم.
ما هو برضو احنا لازم نغير شويه، خلينا نبقى اوعوا ترموا اللوم على شماعه الست لازم تعمل اكل صحي. ما هو ده طبعا مش كفايه ان احنا بناكلكوا اصلا؟ لا اوعوا ترمي الشماعه. يعني انا النهارده مراتي تعمل لي كل المغريات او حاجات اللي انا بحبها، وزي ما انت عارفه وبتدلعني محشي ومغريه، وعايزاني اكل وعايزاني بعد الاكل ده انزل امشي كمان واعمل رياضه. ما خلينا بس نوازن الامور بالشكل الصح عشان لما نطلب الحاجه تبقى تمام. ماشي مشكله ان كلامك صح بس مهم ما نلومش الستات برضه. هي يا ست تعبانه في المطبخ 3 ساعات بتعمل محشي وفراخ وبتاع. بس حضرتك بتتكلمي برضه على نقطه مهمه جدا، اغلبيه الستات اللي ممكن يكونوا بيعترضوا او شايفين ان جوزهم او ازواجهم مش مهتميه بنفسها ما بيبقوش على القدر هم الاهتمام بنفسهم برضه. والله دي نقطه يا جماعه مهمه جدا. بس على فكره خالص، الست اللي بتهتم بنفسها زياده الجميله الشيك هي دايما اللي بتاخد بالها ان في هو ما بيعملش كذا وبيعمل كذا. ليه؟ لان هي بتعمل حاجات حلوه، يعني هي مهتميه بنفسها. هي عمليه متوازنه. عمرك ما هتلاقي، قليل جدا هتلاقي ست شيك وجوزها مبهدل في نفسه. لا بنشوف ده قليل. بس عارف الاغلبيه الراجل اللي بيبهدل نفسه يا تامر، الراجل اللي معتبر نفسه اي تي ام، اللي هو انا بديها فلوس، انا جايب لها كل حاجه، انا معاده في شقه ما تحلمش تقعد بيها، انا بسفرها كل سنه بره. فتلاقيه بقى ايه، اي ديفو، لا انا معايا فلوس. عظيم. هي بقى تقبلت الوضع ده على اساس ايه؟ هو ده السؤال. لا يعجبني طريقه تفكيرك. بص بيلفني ازاي، بص بيلف اللفه ازاي. يعني خلينا بس نبقى متفقين، مفيش حد بنكتشفه مره واحده. احنا بني ادمين، واحنا كلنا فينا طباع، وفي طباع ما ينفعش نخبيها. فلو انا من الاول كنت سيد قراري في اختيار الشخص اللي قدامي، عارف ان قصاد الميزه هلاقي عيب، فما اجيش النهارده اجي اتكلم على العيب في وشك واقول لك صلحه قصاد ما انا خدت الميزه. استحمل العيب عشان خاطر انت قصاده بتاخد ميزه. كلام عاجبني، كلام حلو بصراحة. يعني لو كل واحد فينا بقى، سيبكم من شكل الراجل بجد، يعني ده بقى نصيحة نفسية. يعني لو كل واحد فينا قيم علاقته بالشخص اللي هو معاه أو شريك الحياة، المزايا إيه والعيوب إيه، وأنا تقبلتك على العيب ده من البداية، مش هتلاقي المشاكل بتطفح بعد كده. بالظبط. تلاقي فجأة وأنا كنت واخداك طب ما أنت كنت واخداك كده من البداية. بس المهم ما نيأس. يعني برضو عشان نكمل النصيحة صح، لو لسه أو إحنا شايفين إن في عيب وعارفينه وشايفينه من الأول، نحاول نشتغل عليه بذكاء، لأن دايما الجواز هو شراكة العمر. وعلى فكرة إحنا بنبقى واخدين بعض على المسطرة، والحياة بتخلينا نختلف. السيدات بيختلفوا والرجال بيختلفوا، الأزواج شكل الحياة كلها بيختلف، الحياة كلها بتختلف. فالمهم عشان نقدر نعيش الحياة دي مع بعض، لازم نكون إحنا الاتنين قد التغيرات دي، ونعيش كل مرحلة بالوحش فيها قبل الحلو. وده أهم حاجة. طيب نصيحة أخيرة يا تامر، دلوقتي مشاكل كتيرة قوي، أنا لو عديت لك المسجز اللي جاي لنا، بس أنا هلخصها في حاجة. كل الخطاب بقى، لأن أغلبهم كلهم مخطوبين، كل الخطاب أنا في مشكلة عنده كذا، أنا بيحطش برفان، أنا شكله مش مهندم، أنا بكسف أخرج بيه مع أصحابي عشان ما بيلبس على الموضة وشكله مش قد كده، أنا. هل أقول للبنت اللي مخطوبة دي، لأن أنت بتقول يا تامر إن ده طباع وإن دي تربية وإن دي راجعة للأصل للبيت، هل من البداية كده لو هي واحدة مخطوبة وشايفة العبر في خطيبها تسيب؟ لا ما تسيبش، تقول. خلينا نتفق على حاجتين، في حاجات قابلة تسيب ولا تقول؟ لا تقول الأول، لازم تقول، ولازم تلفت النظر، والشخص زي ما قلنا بيبان. في حاجات بنبقى عارفين انها ممكن تتغير، ودي الحاجات اللي ممكن تتغير لو اللي قدامي سمع واستجاب، لكن في حاجات مش ممكن تتغير. لو هو بخيل، لو هو شكاك، لو هو بيغير، لو هو عصبي، لو هو عصبي دي تحتيها مليون خط، لان بيرجع لاصل وهيخرج عن حدود الاصل في البيت. لو هو بني ادم مش بيقدر، دول اللي لازم تسيبي بارد. ودول ما بيعرفش يخبيهم. عكس العصبي البارد، حط كمان معاك البارد، لان الراجل البارد بعض الاحيان بيطاق في الاول، بعد كده مش بيطاق. استحيل. عشان كده هرجع اقول، انت عارفه من الاول انه بارد، فما تجيش تلومي. ما هي بعد ما كده تعرفش انه لا يطاق بعد الجواز. لا هي عشان ما بتكونش احنا للاسف قبل ما بناخد خطوه الجواز بيبقى عندنا قدر من التحمل والتنازلات، بعد وقت معين ما بنقدرش نستحمل ولا نتنازل. هنقول الصفات دي يا تامر وركزوا معانا، حاجات في الراجل استحالة هتتغير، فمن البداية لو لقيتيها في الراجل اللي انت بتحبيه أو مرتبطة بيه اهربي فورا. واحد، الشكاك، العصبي، البخيل، اللي مش بيقدر، اللي مش ابن أصول من الآخر، لأن دي أهم حاجة. البيت لازم نحط تحتها كذا خط، دول أهم
صفات. البارد انا دي برضو ممكن تبقى ميزه او عيب، بس حسب كل شخصيه وتقدر تتحمل ايه. دول تجري فورا وتاكدي انك لو وافقتي في الاول ما تلوميش غير نفسك، لان دول مهما حاولنا نكذب ولكننا نتجمل عمرنا ما هنقدر نخبي خمس شخصيات دول. لكن لو تحملناهم وقابلنا لمجرد ان احنا ناخد لقب مدام فلان تحملي بقى النتائج وما تلوميش غير نفسك بعد كده. وانا هختم يا تامر بما تلوميش غير نفسك، مش هزود كلام، يعني انتوا سمعتوا كل الحاجات اللي ما ينفعش ان انا بعد كده اضحي واقول خلاص مش مهم، خلاص مش مهم، اصل بكره هيتغير. وانا كمان بضم صوتي لتامر لان مفيش حد بيتغير، لا احنا كستات، وانا اعترف لا في ست بتتغير بعد الجواز ولا في راجل بيتغير. انا زي ما خدته على الهيئه اللي هو فيها بيفضل زي ما هو، بيتجمل ولا يتغير، يتجمل شكلا وكلام حلو لكن بعد الجواز ما بيتغيرش. يعني أتمنى تكون استفدتوا النهاردة بكلامنا عن الراجل، لأن بجد مهم جدا يا رجالة أن أنت تهتم بشكلك الخارجي، لأن الست برضو محتاجة تشوفك شكلك حلو، ريحتك حلوة، هيئتك ملفتة، عندك قبول كده في شكلك كله، لأن ده بيأثر حتى على علاقاتك العاطفية. الشباب اللي بيبعتونا على البرنامج أنا مش عارف أرتبط لغاية دلوقتي، طب ما ترجع تبص لنفسك في المراية، مش يمكن في حاجة غلط، مش يمكن مش مهتم بشكلك، مش يمكن مش مهتم بهيئتك، لأن الجمال ده بيبقى من جوه حلو فبيطلع من بره حلو. بص تاني وراجع نفسك تاني. شباب كتير أو بستغرب عشرينات وتلاتينات وما بيرتبطوش، فأكيد في ديفو معين اللي حواليك مكسوفين يقولهولك. ممكن تروح لايف كوتش، ممكن تستشير حد متخصص وتعرف إيه العيب اللي مش بخليك عارف ترتبط لغاية دلوقتي. مشاهدينا اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، وكانت معاكم ايمان مختار ويحكى أنا على شاشه القناه الاولى.